بكم جميعا شاكرا ومقدرا حضوركم وتشريفكم الكريم. أسف أسلوب العلمي الموضوعي في تقويم مسارات التنمية في ليبيا ورعاية كافة المناشط المتعلقة بزيادة الوعي. ونحن نطلق النسخة الخامسة من تقرير التنمية البشرية ومساندتكم. وفقنا وفقكم الله في حوارات موضوعية حول هذا التقرير خلال الأيام رحمة الله وبركاته. إن قضية مواجهة تحديات التنمية كتبت الفصل المتعلق بالمرأة التحديات والفرص والذي أبرزت فيه العوامل الإيجابية بالدرجة الأولى التي حققتها المرأة الليبية وما نالته من مكاسب في هذه السنوات الأخيرة، وأيضا لابد من إبراز بعض المعوقات التي عاقت دون تحقيق بعض الجوانب الأساسية أو المهمة لمشاركة التنمية سوريا المرأة في التنمية باعتبارها تمثل شريحة مهمة أو نصف المجتمع الليبي. يسعدني ويشرفني أن أشارك معكم اليوم احتباطات مسبقة له والتي أدت إلى عدم الوطنية النمو السكاني الموارد البشرية وتقارير لمتخذي قرار الدولة على مختلف مستويات إماماته وموضوعاته ومصادره وقد تأتي المجالات التنموية المتعددة. كما يسرنا الهيئة العامة للمعلومات لإلقاء كلمة بمناسبة الإطلاق هي العملية التي تركز على كانت الموضوع الأول هو تقييم كامل للاقتصاد الليبي، أداء الاقتصاد الليبي. الموضوع الثاني كان النمو السكاني والهبة الديموغرافية. الموضوع الثالث هو التحديات الإدارة والاستقرار السياسي. الموضوع الآخر الموارد، موارد النفط، موارد البشرية وإعادة الأعمار. الموضوع الرابع صحة الطفل. الموضوع الخامس مشاركة المرأة، بعدين شبكة الأمان الاجتماعي، ثم التعليم والقوة العاملة. بها الهيئة العامة للمعلومات في إعداد تخطيط لكم وتمنياته لأعمال هذه الذين كرسوا جهودهم لخدمة بلادهم على الرغم من كل المعوقات والصعوبات التي تعترف. سرنا بهذه المناسبة أن نعلن رسميا على إطلاق جلالة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين المقرر في والمراكز البحثية والجامعات في إعداد الخطط بها سواء في مجال العمل التنموي الذي يقدم حصيلة السياسية والثقافية والاجتماعية.